اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. قربنا نخلص الكرس خدنا المره اللي فاتت ضرورات الدعوه الى مجمع افسس ايه الضروره لانعقاد مجمع مسكوني الان تراكمت حاجات كثيرة الحقيقه ادت الى ضروره انعقاد هذا المجمع اولا قضيه اطاخي لما طعن بالتزوير وحصل تحقيقات وتم اكتشاف ان كلامه تاول وفي حاجات اتغيرت في التسجيلات وثبت انه حرم لانه رفض القول بالطبيعتين وتاول رفضه هذا لانه طالما ما بيقولش طبعتين يبقى كاني بيقول الناسوت انه مش مساوي لنا في الناسوت نفس الاتهام هو هو اللي كان بيوجه للبابا كيرلس عمود الدين فهنا في حصل تزوير وظلم الأطاخ من ناحيه والاخطر من كده مش حكايه ظلم شخص وبس لا ان بقى في تعليم مخالف لما حدده الاباء في نقيا ومجمع افسس في مجمع افسس في حرمات على من يزيد او ينقص فيما تحدد من الايمان فأصبح في قضية عامة تخص الإيمان، في احتياج للحسم، وكانت الفترة كلها اللي قبل كده تفاقمت المشاكل اللي اثارها اصحاب الطبعتين والذين يتزعمهم سودوريتوس وديمنوس وانضم ليهم فيليبيانوس واوسابيوس والرسامات اللي تمت بواسطتهم فهيبة طبعا شرحنا قضيته بالتفصيل وازاي ان شكاوي كثيرة جدا من الاكليروس كهنة ورهبان وشمامسة وشعب ضجوا ورفضوا قبوله تماما لانه تلفظ وعلم بتجديف واصبح في حكم المعزول صيح تشكلت لجنة للاستجواب والتحقيقات شكلها الامبراطور من ثلاث أسقفة فوتيوس وأستاسيوس وأورانيوس ولكن عشان يتم عزل أسقف يحتاج الأمر لمجمع فأصبح في قضية أطيخة واللي خلقها فيليبيانوس وأوسابيوس ومن خلاله أقروا القول بالطبعتين وحاولوا يقرروا ويقننوا الادعاء الخاص بمصالحة 433 في ديمنوس وسؤدوريتوس في هيبا في إريناوس اللي صدر عز أمر عزله بواسطة الإمبراطور وأنه رسم واحد تاني كان وهيبه واللي رسمهم دانيال وسفرونيوس فمجموعه قليله في العدد في منطقه الشرق لكنها اثارت اضطرابات كثيره جدا 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 كل هذه الامور كانت ضرورات ملحه للدعوه لعقد مجمع مسكوني كانت القشة اللي قطم الظهر البعير كما يقال طعن أطاخي في بالتزوير ولما حصل مؤتمر كبير أو شبه مجمع مصغر أكثر من 30 أسقف حققوا في أعمال الجلسات بتاع مجمع القسطنطينية المكاني، وثبت فعلا التزوير فكانت الدعوة لعقد مجمع مسكوني ضرورة ملحة، وبالفعل أصدر الإمبراطور مرسوم في يوم 30 مارس سنة تسعة واربعين بدعوة الأساقفة على مستوى المسكونة آه للحضور في أفسس في أغسطس وحدد المعادن أن المجمع ينعقد في أغسطس 449 ف الكتاب بتاع سيلرز يقول نشر مرسوم ملكي في 30 مارس 449 يوصي الاساقفه ليستعدوا بدون اعذار للحضور الى افسس في اغسطس طبعا انا صدر مراسيم كتيره فبحاول الخص شويه عشان ما نتكلمش كتير يعني في حاجات بس يعني بحاول اجيب زي ما متعودين وثائق ما يبقاش كلامنا كلام كده يعني بدون سند طبعا مما جاء في المرسوم الملكي كان في حاجه تخص اودوريتوس بصفه خاصه فمما جاء في المرسوم الملك المرسل للبابا ديسكورس بالدعوة إلى عقد مجمع في أفسس في أغسطس 449 فأوصى بما يخص سؤدوريتوس بالآتي بيقول أما سؤدوريتوس أسقف كورش الذي نحن أوصينا بشأنه بالفعل أن يحصر نفسه في نطاق كنيسته كان صدر قرار قبل كده في 448 ان يخليه في خلاص الكل ضج منه ومن عمايله. ومنعنا ان يتقدم الى المجمع المقدس الا اذا راى كل المجتمعين في المجمع اولا لازم يشوفوا اولا هم يشوفوا انه من المناسب له ايضا ان يذهب ويشارك في المجمع ولكن اذا قام انقسام في الراي بخصوصه فنحن نجزم بان يجتمع المجمع ويفصل بما كلف به بدونه القرار ده صدر جه من ضمن المرسوم بالدعوه العقد ما اجمع ليه طيب في ناس يقولوا الله طب ما يروح ويحضر ويناقش هم خايفين منه ولا ايه لا لان الحقيقة في خبرات سابقة وحاضرة عن شخصيه سودوريتوس في مجمع افسس 431 دعى الكل ولكن ذهبوا لا ليحضروا المجمع ويناقشوا الايمان ويقارعوا القديس كورولوس الحجه بالحجه لا اتبعوا اسلوب المؤامرات والحاجات دي حكيناها بالتفصيل في القرص الأول تعمدوا التأخير يوصلوا متأخر وبعدين عقدوا مجمع وانتوا عارفين الحكاية ان حكموا كأن هم المجمع على القديس كورولوس وممنون وأهين البابا كيرلس وحبس بطريقة دسائس والمؤامرات ان هم حجبوا ان قرارات مجمع افسس توصل للامبراطور ووصلوا له القرارات اللي هم خدوها باعتبار ان هو ده الايه المجمع طبعا الحكايه دي انتوا حافظينها وعارفينها كويس فهنا ذهبوا لا ليناقشوا الإيمان ولكن في أساليب ملتوية وقلاقل بتيجي من وراء الذهاب أو مروحهم يعني هنا في البداية الإمبراطور خد خبرة عانى منهم فقال ما يحضرش سؤدوريتوس إلا إذا كل المجتمعين في المجمع رأوا أنه من المناسب أنه يحضر لو حصل انقسام ما يحضرش وقضايا معروفة كان أعماله ليست خفية دي اول حاجه طبعا من الفتره من بدء صدور المرسوم الاول دوت اللي هو بالدعوه للمجمع صدر عده مراسيم على التوالي فاول لما صدر هذا المرسوم طبعا كان في كتير 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 من الكليروس في الشرق والاديورا والرهبان بيشتكوا من المتاعب اللي مسببينها سواء سؤدوريتوس او ديمنوس في في كرسي انطاكيا فبقول في هذه الفترة كان نشاط سؤدوريتوس ومن معه من الأساقفة الشرقيين طبعا مش كلهم احنا قلنا دول كانوا ايه قلة ومن لهم في القسطنطينية لان انتم عارفين سؤدوريتوس كان بعد يقول عايزين نستقطب بعض الأساقفة وأصحاب النفوذ والوجهاء يعمل جبهة <applause> بيقول كان في هذه الفترة نشاطهم قد بلغ الذروة في نشر الفكر النسطوري المتخفي وراء المصالحة 433 ادعوا حاجة ان المصالحة والقديس كورولوس عدل عن البنود الاثناشر واقرب الطبعتين واحنا ماشيين بما يرضي الله حسب هذه المصالحة ويعسروا البسطاء اللي ممكن يصدقوا مثل هذا الكلام مدعين أن هذه المصالحة تمت بناء, بناء على صيغة عقائدية جديدة فيها أقر القديس كرولوس بالطبيعتين في الأقنوم الواحد وعدل عن كتاباته السابقة ولا سيما البنود الاثني عشر وكذلك سعوا في رسامة كثير من الأساقفة النسطوريين فكان الصدام الكبير ليس مع أطاخي في القسطنطينية فقط ولكن أيضا في الشرق نفسه الرهبان كانوا بتبقوا متجردين وناس ادوا حياتهم لربنا ومتمسكين بالإيمان فبدأوا يعانوا من هؤلاء الأشخاص فالإمبراطور قرر في رسالة من الملك إلى ديسكورس بخصوص الارشمندريد برسوم كتير من رؤساء المتوحدين ورؤساء الأديرة كانوا يشتكوا. فالإمبراطور قرر إن أكثر واحد فيهم يتسم بالحكمة والقداسة والتقوى والوعي الممكن يحضر ينوب عن الأديورة والرهبان ككل. ففي مرسوم الملك بيقول قد بلغ لسماع عظمتنا النبيل أن أكثر الأرك من دريتين أنا طبعا الكلام ده جاي في مضمون المجمع الخلقدوني فزي ما قلت لكم أنا بجيب بنفس اللغة والتعبيرات بتاعتهم ممكن بتكون في أخطاء لغوية النطق مختلف لكن حرصا على الدقة وفي النقل بنجيب زي كما هو يعني فما حدش يفتكر يقولوا سيدنا مش عارف ينطق أنا فعلا بتلخبط في طريقة كلامهم لكن بنحاول نجيب زي ما هو أن أكثر الأركمندريتين المقرمين أهل البلاد الشرق يعارضوا بجملة شعوبهم الأرثوذكسية لأجل الأمانة المستقيمة ويشق يعانوا من الشقاء يعني ضد بعض أساقفة شرقيين متعلين يعني مصابين يعني بسقم نفاق نصور وبتلك العلة ارتضت عظمتنا من القس العابد برسوم الأرك من المكرم كونه هو أقنوم مستحسنا بطهارة سيرته وأمانته الكاثوليكية ونريد أن المذكور أعلى يقوم بجملة قدسكم وقدس الآباء جميعا ويحضر معكم في مدينة أفسس في حين اجتماعكم في تلك المدينة ونجعله في المجمع بمقام كافة الأركمندريتين الشرقيين ليحكم معكم في سير الأمور الواقعة عندكم كما يرضى بها الله الكلام ده جه في كتاب مضمون المجمع الخلق حد هيسألني طيب هل يصح قانونا كنسيا إن رئيس دير يحضر المجمع ويبقى عضو في المجمع ويبت فيه؟ نعم، إحنا في كنيستنا ما زال إلى الآن وده تقليد قديم إن المجمع المقدس ممن يتكون المجمع المقدس؟ من جميع الآباء الأساقفة ومن رؤساء الأديرة حتى وإن لم يكونوا أساقفة يعني ممكن يكون رئيس دير بدرجة أمص ولا حاجة يحضر الإيه المجمع لازم يبقى بس ما يبقاش مجرد كاهن لا لازم يكون رئيس رئيس دير والوقت قريب لما كان في الاديره عندنا رئيس الدير ممكن ما يبقاش اسقف كان بيبقى عضو في المجمع المقدس على طول ودي الحكمه اللي لما البابا كيرلس عمود الدين راح في مجمع افسس وخدم مع الانبا شموده فاداله رتبه رئيس متوحدين عشان يبقى له الصفه القانونيه لحضور المجمع ساعتها بيجت في مضمون المجمع الخلقدوني اه في وثيقه اخرى وردت في اعمال مجمع افسس اللي باللغه السريانيه اللي موجود في المتحف البريطاني النشر بيري وقلنا الكتاب ده اصله جه منين؟ من الدير السريان عندنا في مصر هنا من ديرنا فبيقول القياصرة سودوس وفالنتينيان المشهوران بالنصر والعبادة الدائمة إلى ديوسكوروس لقد نما إلى مسامع عظمتنا أن كثير من رؤساء المتوحدين الموقرون من الشرق مع الشعب الأرثوذكسي يعانون من الاضطرابات في مدينة تلو الأخرى من الشرق يعني مدن كثيرة الاضطرابات شغالة محدش قابل العقيدة بتاعتهم لو بيكلمهم في إيمان جديد من قبل بعض الأساقفة المصابون بداء أو بمعصية نسطور وكان لهم نضال عظيم من أجل الإيمان الكاثوليكي هنا الايمان الكاثوليكي مش مقصود بيه الكاثوليك وارثوذكس وبرسانت لا الايمان الجامع يعني زي ما نقول الكاثوليك الابصليك النكليسيه يعني فهنا كلمه كاثوليكي بمعنى الكنيسه الجامعه او الايمان الجامع ما كانش فيه ساعتها كاثوليك وغيره يعني لهذا السبب راينا انه من المناسب ان المحب لله القس ورئيس المتوحدين برسوم المتميز بكمال الخصال وأرثوذكسية الإيمان أنه يجب أن يتقدم إلى مدينة أفسس ويتعامل كممثل لجميع رؤساء المتوحدين المحبين لله ويجتمع مع تقواك ومع كل الآباء القديسين الذين تجمعوا هناك ومن ثم تبدأ إجراءاتكم في كل هذه الأمور كما يسر الله ولذلك فتقواك سوف تضع في الاعتبار ان كل همنا هو لاجل الايمان الكاثوليكي او الايمان المستقيم فاقبل بابتهاج محب الله رئيس الدير المذكور اعلاه ولتمكنه من المشاركه في مجمعكم المقدس. هو نفس المرسوم بس بيختلف في الصياغه بقى من مضمون المجمع اللي هو النص السرياني اللي احنا ترجمناه عن الانجليزي. الرسالة دي لما اتقرت في المجمع قلنا كان المجمع بيتكون الرؤساء بتوعه مين؟ ثلاثة كان من ضمنهم يوبيناليوس في اورشليم فلما قرأت الرسالة في المجمع في بداية المجمع بتقرأ الرسائل الملائك الملكية الأول فعلق يوبيناليوس قال نفس الرسالة وجهت لي أيضا مش لديسكورز بس قال نفس الرسالة وجهت الي ايضا بخصوص رئيس المتوحدين برسوم ولذلك فإنه من الحق والعدل ان يجتمع مع المجمع المقدس يعني اجتماعه شرعي وزي ما قلت لكم ان ده وضع تقليد قديم في الكنيسة الجامعة العامة ان رؤساء الأديرة ممكن يحضروا في المجمع المقدس ده كان المرجع بتاعه اللي هو اعمال مجمع افسس الثاني 449 طبعا المراسيم دي المرسوم ده كانت كتب في مايو يبقى اول مرسوم كان يوصل لنا اللي صدر في 30 مارس ألحق بعدة مراسيم، المرسوم ده كان في مايو اللي هو حدد فيه لما كترت بقى الشكاوي كتير 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 عماله تتوالى 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 من آنين وتعب وشقاء الشعب والرهبان من بعض الأساقفة دول ذو الإيمان المنحرف فالإمبراطور التقي طب خلاص واحد منكم يمثل في المجمع وللكل للكل فكده الناس تهدى وتطمئن لكن إيه اللي حصل؟ انتوا عارفين كان من بعد نياحة البابا كيرلس ازداد نشاط أساقفة الشرق الذين ينادون بالطبيعتين مستغلين الإدعاء بالمصالحة اللي بينسبوه للبابا كيرلس نشروا في كل مكان فالكل عمال يتوالى فتلاقوا معظم المؤرخين ذكروا هذا الأمر وده يدل على ان شدة المعاناة كانت واضحة يعني انا قلت لكم جت في مضمون المجمع الخلقدوني وسيلرز واعمال مجمع افاسوس جيم خيلك الكبير برضو وده من الاباء السريان والكتاب ده مترجم بالعربي حاليا برضو اشار لنفس الوضع يقول لتقطرق مسامعنا أن العديد من رؤساء أديرة الشرق الذين جاهدوا في سبيل المعتقد القويم يتحملون مع الشعب من الأساقفة المصابين بمرض نصور لذلك نقترح إذا حسنا لقداستكم أن يحضر إلى أفسس القديس الزايد ورئيس الدير برسوم الذي اشتهر بحسن السيرة والمعتقد القوي ممثلا رؤساء أديار المشرق ليه نفس المعلومة بأقررها من مصادر عديدة منهم ومن عندنا لأن من ضمن الاتهامات اللي وجهت للبابا ديسكورس بعد كده إن جاب معاه بعض رهبان عشان يستخدموا العنف ويعملوا قلق آه في المجمع فانا بوريكم ان كل ترتيبات المجمع كانت معده بصوره منظمه جدا وبصوره تقويه من الملك مرضيش ياخد قرار هو بحاجه لكن ضمن ان الامور تكون منظمه بحيث الاباء يقدروا يقرروا بحريه ما هو مستقيم وحق طبعا كان كل ما كان تبع حد معين الشكاوي بتزيد كان في طبعا شكاوي كتيره من سودوريتوس وديمنوس وهيبه واللي رسمهم وهيبة واللي ايه واللي رسمهم واحنا عارفين ان كان حصل مع هيبة قبل كده لما الشكاوي كترت انصدر مرسوم في 448 كان في اكتوبر كم اكتوبر ستة 26 اكتوبر ان يحصل السجواب وتسمع هذه الشكاوي بواسطة ثلاث أسقف حددهم الإمبراطور وبعديها حصلت بقى التآمر على أوطاخي وجي في سنة 449 في الصوم الكبير بدأت الاستجوابات دي تتم لهيبة آه لم يبرأ منها ولكن الأباء الأسقفة لم يغضوا حكم صارم أو حازم أو حاسم معاه فقال خلاص أنا هحرم نصور يعني مش هأذي الناس اللي اشتكوني وكده لكن كان طبعا له بلاوي ده كفاية الرسالة اللي عملها المريس لوحدها وانا شرحتها لكم في الكورس الاولاني لولا بس دي الوقت عايز اقولها لكم تاني لكن يعني اذا كان في وقت ممكن نخليها لاحقا يعني فلما راح الكل رفض رفضوا تماما مش ممكن نقبله ده قال كلام تجديف على السيد المسيح ما يتقالش ففتحت القضية تاني لما فتحت القضية والاستجوابات والشكاوي بدأت تيجي أكتر وإثباتات أكتر بصورة أكبر من اللي حصلت في بيروت وفي سور فتعلق وضعه قال لأ ده عايز بقى مجمع مجمع عام هو اللي يحكم خرج عن نطاق صلاحيات الأسقفة الثلاثة محتاج مجمع عام فلما جه الإمبراطور دعا لمجمع عام شوفوا حكمة الإمبراطور بقى مين اللي متابع الأحداث بتاعت هيبة كلها من الثلاث أسقفة اللي هم إيه؟ فشوفوا صدر مرسوم بيقول ايه بقى، بيقول صدر مرسوم امبراطوري يوم ده انا اللي بقول يوم 27 يونيو 449 من كل من امبراطوري الشرق والغرب سؤدوسيس وفالنتينيان موجه الى رؤساء مجمع افاسوس بخصوص قضية هيبة وفيه حدد القضاة الذين ينظرون هذه القضية وهم الذين سبق لهم تناول هذه القضية من قبل حسب الامر الامبراطوري وشمل ايضا توصية باخذ موقف تجاه مثل هذه الشخصية لان هم كانوا رفعوا للامبراطور بقى كل نتائج التحقيقات فيعني يعني شخص ما ينفعش خلاص قل باخذ موقف تجاه هذه الشخصيه بما تجلبه من عثرات واقامه شخص اخر يتصف بكمال الحياه ونقاء التعليم فمثل هذه الشخصيات في المتروبوليتيات الكبيره بما لها من ايمان قوي قادر على ضحد اي تجاديف شبيهه وبالضروره فان الاساقف الاخرين سيتبعون تعليمهم يعني كان في توصية إن ده ريحوا الناس منه قضيته مستوفاة أنا بشرح لكم المجمع القضايا اللي تقدمت فيه ما كانتش قضايا لسه هتناقش فقال دول اللي هيعملوا شوفوا نص نص البرسوم بيقول تقارير عديدة من الناس في الرهة وهي مدينه في مقاطعه اشرون او يعني يجوز نطقي مش مظبوط ما اعمال صيغه هناك وقد تم ارسالها هنا وتشمل اقوال العديد من الاكليروس المقرمين وخائف الله المتوحدين والوجهاء المدنيون يعني اكليروس رهبان شعب وإذا جاز القول جميع السكان من نفس هذه المدينة الذين شهدوا ضد هيبة أسقف مدينة الرها، إنه على قدر كبير من المعصية والتجديف، ومن ثم فالأمر يخص تدبير قداستكم في تقويم مثل هذا التجديف. حيث أن كل هذه الشهادات يجب أن تبطل لكل هؤلاء الإكليروس والرهبان والوجهاء المدنيين والعلمانيين. يعني لازم يعني كفاية بقى يعني نخليهم ما يشتكوش بقى نريحهم. قداستك لا يمكن بإنصاف أن تقبلوا عند قراءة البيانات الرسمية لهذه الأمور المصحوبة بالإقرارات. مش ممكن لما تشوفوا اللي مكتوب مش ممكن هتقبلوه ابدا فسوف تحررون تلك المدينة من مثل هذا التجديف او العصرة وتقيم عليها رجلا مقرما بحياة الكمال ومعروف بالايمان الحقيقي شخص حاكما لنفسه او ضابطا لنفسه فاذا تم التحدث في تجاديف شبيهه بهذه الجوانب فسوف تضحد لأنه إذ لو أن الذين يترأسون مطرانيات المدن كانوا أرثوذكس فإن الأساقفة الآخرين بالضرورة سوف يتبعون تعاليمهم وبالإشارة إلى نفس القضية فقد أمرنا بالفعل أن القضاء لهذه القضية يجب ان يكونوا خائف الله فوتيوس اسقف كنيسه القديس بطرس سور يعني اسقف سور والمطران استاسيوس اسقف بيروت واورانيوس اسقف حميريه الذي اوصيناه الان بالمضي قدما الى مجمعكم المقدس لكي ينقل شخصيا كل هذه التعليمات الى قداساتكم، يعني هي دي الرسالة بالتكليف وفوض الامبراطور فوض اورانيوس يبدو كان في مقابلة او حاجة ان يروح ويشرح التفاصيل ليهم الرسالة دي من الامبراطور جت في يونيو وردت في اعمال مجمع افسس اللي هو افسس الثاني باللغه السرينيه اللي موجود في المتحف البريطاني كان فيه اه يعني ممكن تبقى فيه مطران ومعاه بعض اسقف طبعا زي ما بقول لكم المجمع هينعقد في اغسطس والاعدادات له بترتيبات دقيقه محدده شغاله يعني مثلا قضيه زي مثلا قضيه هيبه واللي معاه دانيال وصفرونيوس وغيره اصبح مين اللي هيبقى مكلف بيها داخل المجمع لمناقشتها وعرضها والبت فيها اللي دارسها من الاول وهيعرضوا بقى نتائج التحيات بتاعتهم للمجمع لكن دي هتبقى مهمتهم يعني هنا عايز اقول الحاجات دي ليه الرئاسه كانت ثلاثيه وحتى ورغم الرئاسه الثلاثيه كان في تحديدات بقضايا معينه مين هيبقوا قضاتها والقضايا المقدمه كانت مستوفاه في كل شيء ناقصها تاخذ شرعيتها مستوفاه قانونا يعني تحقيقات قانونيه تمت من قبل اباء اسقفه ولكن تنتظر اعتمادها او اقرارها يعني اللي راح دول مش البابا ديسكورس هو رئيس الـ الـ المجمع هات يعني إح لا ده قضايا بالفعل كلها كانت مستوفاه طبعا الحاجات دي عماله تتم مين بقى الشغال مش هيسكت اه يعني هيخلوني ما اروحش لا ده من هفضل الشيء يشتغل برضه في مكانه ويتحرك في, اماكن اخرى فعمل ايه سودوريتوس حينما دعا الملك سودوسيوس الأساقفة لمجمع أفسوس الثاني كتب سودوريتوس أسقف كورش لدمنوس الأنطاكي بعد 30 مارس بدا يشتغل قال له هؤلاء بي سودوريتوس بيبعت لمين لديمنوس يقول له هؤلاء الذين يتبعون ابروشيات اخرى لا يفهمون السم الموجود في البنود الاثني عشر اللي هي بتوع القديس كورولوس ولكن منتبهين بشهره شخص الكاتب يعني مبهورين بشخصية شهرة القديس كورولوس لكن ما يعرفوش السم اللي فيها غير مرتبين في المحرك الخفي وأنا أعتبر أو أعتقد أن خليفته اللي هو مين البابا ديس أن خليفته في الكرسي الرسولي يعمل كل شيء لأجل تثبيتهم تثبيت البنود الاثناشر 12 في المجمع الثاني. هما ما كانوش مثبتين ولا ايه؟ ده المجمع المسكوني افسس الاول قائم على كتابات القديس كورولس ولا سيما البنود ال 12. اما يقول له كده معنى كده ان هو ايه؟ أعلن صراحة انه لا يقر إيمان مجمع افسس بيدعي على الناس ان القديس كارولوس غير وقبل صيغة عقائدية جديدة أقر فيها بالطبيعتين وتنازل أو أعاد تفسير البنود الاثناشر. 12 لكن دلوقتي جاي القديس ديسكوروس خليفة القديس كيرلس وسيواجه هذه الحقيقة الحق نتصرف الناس مش جارية اللي هيجرى ايه وخلي بالكم قبل كده يمكن قلت لكم المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها مش فاكر القديس ديسكورس بكل حب بعت رسائل نصوص اودوريتوس اعلنوا صراحة قبولكم للبنود ال 12 ورفضوا محاولات عديدة أنا قريت لكم جزء من الرسالة مرة لأن الوقت يضيق أن أقرأ كل حاجة رفضوا وقالوا له هو كرولوس ما كتبش غير كده بس ده مش كده وبس راح ديبنوس بعت لفليبيانوس شايف اللي بيعمله ديسكورس هو عايز يخلي كرسي ماري مرقص بيقلب الحكاية يبقى أعلى من بطرس وحولها من الأعلى ومن الأوطى لكن كان عايز أقول لكم قضاياهم معلنة ومكشوفة خلاص صاروا مكشوفين قوي ومش كده وبس ده وصلوا لدرجة كانوا زي ما قلنا قبل كده عملوا صيغ عقائديه بالطبعتين ويجبروا مش هم كمان ينادوا يجبروا الاكليروس اللي عندهم الكهنه والرهبان ان يوقعوا عليها لإما يعزلوهم مش يستتروا فكان عمالين يستاسدوا بجرأة ووقاحة لما يتكلموا عن القديس كارولوس والإيمان المستقيم أنا بعلق على الحتة دهية لكم بقولوا هنا نلاحظ موقف دوريتوس الصريح ضد البنود الأسنية عشرة كما يؤكد استمراره في نشاطه المضاد لتعليم القديس كارولوس وكتاباته والكتابة ضدها يعني بيكتب ضد كتابات القديس كرولوس ومؤامراته ضد المجمع المسكوني المزمع انعقاده في افسس والعجيب ان بعض الخلق يحاولون تبرئه سؤدوريتوس من كتاباته هذه طبعا ال الرسالة اللي عملها سيودوريتوس إلى ديمنوس جابها سيلارس فده مرجع مش من عندنا خيرزوستوموس بابا دوبلوس ذكر أيضا مع أنه مش مش تبع كنيستنا خالص يقول كتب سؤدوريتوس الى زمنوس هو يقول دي زمنوس يعني حسب نطقهم بجيبه زي ما بيقول يقول عند إذ لا يرتجى اي نفع من هذا المجمع لانه كان يخشى ان ديوسكوروس بعد ان حارب ميثاق الاتفاق 433 يستهدف ان يصدق الفصول الاثنين عشر التي لكيرولوس ودي شهادة جميلة إن القديس ديسكورس حارب الإيه؟ ما يدعونه بصيغة المصالحة 433 كان هذا هو تعليق سؤدوريتوس عند الإعلان عن مجمع أفسس وتعليقه هذا يظهر مدى الصراع القائم حول مفهوم مصالحة 433 ويظهر بجلاء إدراكه لما سيقوم به القديس ديسكورس من إقرار الفصول الاثني عشر للقديس كيرلس التي يصرون على الإدعاء بأن القديس كيرلس تراجع عنها شفتوا كان ضرورة بقى مجمع أفسس الثاني إيه؟ طبعا الخناق بيضيق على سيودوريتوس كل المجمع ما بيقرب آه مرعوب لكن هو كان كون زي لوبي او يعني جبهه هو مع ديمنوس وفي والمجموعة ده هيت فاكرين في كان بعت للاون طلب منه ايه اه قال له تكتب رسالة تلغي المجمع او توقف الايه المجمع فاصبحوا يستحسوا او يشعروا ان يكون المخرج ليهم من هذا المأزق لاون وخصوصا بدأت بعد ما بدأت طبيعة شخصيته تتكشف ليهم. طبعا اللي قبل لاون كان معروفين تماما في تحالف قوي مع كرسي الاسكندرية ومع الإيمان الأرثوذكسي. لكن لما جه لاون في تعاملهم معاه لقوا فيه يعني ايه اه تجاوب وعرفوا يعني ايه الوتر اللي يلعبوا عليه. فطبعا في فيليبيانوس كان طلب قال له ابعت رساله. وسؤدوريتوس اه الوضع معمول يعني يعني مقيد قال ما بدهاش بقى يحتاج زيارة وكنا قلنا الحكاية دي المرة اللي فاتت لكن آه بنقولها في سياقها دلوقتي ورد هذا الأمر في كتاب تاريخ الكنيسة لزكريا الفصيح من أباء القرن السادس يقول ذهب سؤدريت إلى لاون أوس روما أخبره بكل هذه الأمور وبواسطة الهدية التي تعمي أعين النفس حصل على الأفضل منه ومن ثم كتب لاون الرسالة المعروفة بالطومس والتي ظاهريا كتبت إلى فيلبيان ضد الأطاخية فاكرين سيلرز المرة اللي فاتت لما قلت لكم علق على كده قال إيه؟ قال لأول مرة بابا أسف روما يقحم نفسه في قضية إيمانية في الشرق باللغة اليونانية وهو لا لا يتحدث اليونانية ولا أو يجهل اليونانية ده مين اللي قال كده؟ سيلرز فطبعا هيكتب رسالة ازاي؟ وهيقول ايه؟ فراح له بقى اللي هو الـ اه اللي اللي يكتبها له يعني فراح كتبها وجه وخلاص دي بقى بتاعتك انت مين اللي كتبها لكن بقت بتاعت مين لاون يعني دي بتاعتك انت اه وجاب الرساله وجي اللي هي المعروفه بتومس لاون يعني طبعا تحركات سودوريتوس ما فيش حاجه بتستخبى انه عمال يقاوم المجمع من قبل ما يبدا ويهاجم وخايف ان البنود ال 12 يتعملوا ويروح روما ويعني شغال شغل مكوكي وعمال يكتب ضد كتابات القديس كورولوس ولا سيما البنود ال يعني مش ساكت فلما الامبراطور شاف كده حصل تطور في الاول قال انه ما يحضرش الا لو المجمع بالاجماع قرر انه في ضرورة انه يحضر لكن لاحقا وقبل المجمع مباشرة في شهر أغسطس صدر مرسوم يمنع صؤدورتوس تماما من الحضور، يعني الأول كان ممكن آه بنقول وقد صدر مرسوم إمبراطوري تحدد فيه التكليفات برئاسة المجمع وتشمل البابا ديوسكوروس ويعاونه يوبوناليوس اسقف اورشليم وتلاسيوس اسقف قيصريه الكبدوق وبذلك اصبحت الرئاسه ثلاثيه وجاء في نفس المرسوم ايضا الامر بمنع سودوريتوس من حضور المجمع على ان يقرر المجمع ما يخصه وجاء تعليل ذلك في المرسوم أنه أيضا قد كتب ضد تعليم القديس ولا سيما البنود الاثني عشر وحرض على مناهضتها كما جاء أيضا الأمر بعدم إضافة أو حذف أي شيء مما قد تثبت في مجمعي نقيا وأفسس المرسوم قال المجمع اللي هيتعمل دوت يثبت لا يضيف ولا يشيل ولا يحذف حاجة من الإيمان نص المرسوم بقى بيقول ايه بيقول القياصرة سيودوسيوس وفالنتينيان المشهوران بالنصر والعبادة الدائمة إلى ديوسكورس في مناسبة سابقة قد أمرنا بأن سيودوريتوس أسقف مدينة كورش لا ينبغي أن يذهب إلى المجمع المقدس حتى يقرر المجمع المقدس ما يريد بشأنه وحيث أننا قللنا من مناوراته مشهور بقى بال آه إذ نرى أنه قد غامر بتأليف أطروحات معادية لتلك التي كتبها كيرولوس صاحب الذكرى المباركه الذي كان اسقف للاسكندريه العظمى فيما يخص الايمان اذ انه من الممكن على كل حال لبعض انصارنا السور ان يظهروا درجه من الاهتمام معه لكي بكل الوسائل يمكنوه من الوصول للمجمع المقدس ولاجل هذا السبب خلصنا بالضروره في توجيه هذه الرسائل الملكية لتقواكم والتي من خلالها نبلغ محبتكم ولكامل أعضاء المجمع المقدس وفقا لقوانين الأباء القديسين قد كلفنا الرئاسة والسلطة ليست فقط على سؤدوريتوس ولكن أيضا على جميع الأساقفة الآخرين الذين سمح لهم بدخول المجمع المقدس المنعقد الآن ولتقواكم أن تكونوا مطمئنين كما نحن بحق إذ أيضا المحب الله يبنال رئيس أساقفة أورشليم والمحب لله رئيس الأساقفة لاسيوس وكل من له غير مماثلة وحب للإيمان الأرثوذكسي وله نفس الرأي مع قدستكم الذين بنعمة الله متميزين بوقار الحياة وكمال الإيمان يعني مش هتبقى لوحدك هو عارف جسامة المهام اللي هيواجهها المجمع كل المشاكل دي كانت قدام الامبراطور سودوسيوس محطوطة فقال له كن مطمئن هيكون معك يوبيناليوس وتلاسيوس وبالنسبة لهؤلاء الذين غمروا بتثبيت إضافة أو حس في أي شيء مما قد تقرر في مواضيع الإيمان بواسطة الآباء الآباء القديسين في نقيا وبعد ذلك في أفسس فإننا لا نسمح لهم بأي حال من الأحوال على الإطلاق بحرية الكلام التي قد تعطى لهم في المجمع المقدس وفي نفس الوقت يخضعوا لحكمكم لهذا السبب ايضا اصدرنا هذا المرسوم الذي ينبغي ان يتم انعقاد المجمع المقدس الان طبعا ده صدر في 6 اغسطس 449 في تكليفات بالاتي حدد الرئاسه بقت ثلاثيه البابا دياسكورس يوبيناليس اوف أورشليم تلاسيوس حسم امر سودوريتوس قال كنا سابقا امرنا إن ممكن يعني حسب ما يقرر المجمع لكن قللنا من مناوراته نعرفين يعني لو جه هيصير اتباع كده يعملوا قلق زي ما حصل في مجمع افسس الاول بالاضافه الى انه المجمع هينعقد لتثبيت الايمان وهو عمال يكتب ضد البنود ال 12 اللي هي كانت اساس الايمان في مجمع افسس 431 فاصبح قضيته واضحه مش محتاج يحضر تعرفوا زي في القانون يقول لك الاعتراف سيد الادله واحد يعني انا هو معارض للايمان المحدد من القديسين وزي ما يقول الكتاب خطايا بعض الناس واضحة تتقدمهم إلى القضاء دي وردت النص دوت ورد في أعمال مجمع أفسس اللي موجودة في المتحف البريطاني اللي قلنا عليها سابقا في نفس المرسوم جيب الصياغة تاني لكن تتضمن نفس المعنى في كتاب مضمون المجمع الخلق دوني انا بجيب من مصادر متعددة وعيد وزيد لان النقط دي بقول نقط خلافية فبنثبت ونؤكد الحقيقة التاريخية اللي بنتكلم فيها مش بنتكلم كلام من عندنا ولكن حسب الوثائق التاريخية القديمة اللي من كل الجهات الأمرنا أمرنا سابقا أن تودروس أودوريتوس يعني حسب لهجة مضمون المجمع الخلقدوني أسقف كورش لا يحضر في المجمع المقدس إلى أن يظهر بما يشاء من خصوص حضوره لكونه تجاسر وتكلم في الأمانة بخلاف ما كتب كيرلس الصالح ذكره الذي كان سابقا اسقف الاسكندرية، واننا نظن بان بعض من تباع نصور يجتهدون قصدهم ان المذكور اعلاه يحضر من كل بد في المجمع المقدس، فلأجل ذلك قد تحسن برأينا، نرسل إلى حضرتكم هذه الرسالة نعرف قدسكم وقدس المجمع، اننا مقتدين بقوانين الآباء الأطهار، ونوهب لقدسك سلطانا ونجعلك متقدما ما ليس فقط بما يخص تودروتوس بل وبما يخص كل المجمع المقدس ثم وإن قد صح عندنا بأن يوناليوس اللي هو يوبيناليوس يعني أصف أورشليم المكرم وتلاسيوس المغبوط الأصف ومن يشاء كل هؤلاء بالغيره والتحرك بما يخص الامانه المستقيمه يكونوا مطوعين لقدسك المشهور بنعمه الله في سيره حميده والامانه الكاثوليكيه فان الذين قصدوا ينطقوا في قواعد امانتنا بانقص ام بازيد يعني يزيدوا وينقصوا يعني عما فسروا الاباء القديسين في مجمع نطيا ومن بعضهم ومن بعضهم يعني كتبوا مترجمينها بعضهم يعني في افسس فنحن ليس نأذن بأن تكون لهم ثقة في المجمع المقدس بل نرسم أن يكونوا في حكمكم لأننا بسبب ذلك أمرنا الآن باجتماع هذا المجمع المقدس وعلى هذا الوجه كتبنا ليوبيناليوس أسقف أورشليم دي جت في مضمون المجمع الخلقدوني الباب عشر. بابا دوبلوس قال وفي رسالة أخرى بعث بها الملك الذي يذكر الذكر أنه أمر سودوريتوس بعدم الحضور لأنه كان آخذا في إعداد ما هو ضد كتب كيريلوس يعني قضية سودوريتوس يعني كانت محسومة وكتاباته منشورة هيعمل إيه؟ رايح قلقه بس لا ده هو قضيته محسومة خلاص وهنا يتضح ما يقوله الكتاب ده انا بعلق على كده يعني خطايا بعض الناس واضحه تتقدمهم الى القضاء واما البعض فتتبعهم دي ايه في تيموساوس الاولى فكان ظاهرا ومؤكدا اتجاه سودوريتوس وافكاره ضد ضد مجمع افسس وتعليم القديس كورولوس باصرار يعني مش عايز يرتجع ابدا من ايام مناقشه قضيه نصور 431 بعد كده السعي للمصالحه 433 و 435 وعانى القديس كيرلس منه طول حياته وحتى بعد نياحة البابا كيرلس كتب أقوال لطليق الأخيرا مات الأشرار بيعمروا يعني كلام لا يقال من إنسان عادي غير الكذب والإدعاء والتلفيق والتزوير وإثارة القلاقل حتى لما الإمبراطور أصدر قرار بعزل إريناوس فضل ورا ديمنوس لا متمشوش لغاية ما الخناق دق على ديمنوس فشالوا حط رسم فوتيوس فمثير للقلاقل والاضطرابات كل ده طبعا يعني في الفترة من صدور القرار بانعقاد المجمع لغاية تم انعقاد ال... المجمع حضر ما يقرب من 130 أسقفا في الجلسة الأولى في 8 أغسطس من المجمع الذي كان لون الرومان يطلق عليه اللي هنا بيتكلم سيلرز يقول مجمع لصوص مجمع اللصوص ده لاون بعد كده اطلق عليه مجمع اللصوص فانا جايب كلام سيلرز بيقول في المجمع اللي بيطلق عليه لاون مجمع الايه اللصوص شو جلس المطران يوليوس المندوب الباباوي الى جوار الرئيس اللي هو البابا ديسكورس وبعد يوبناليوس اورشليم وديمنوس الانطاكي وفليبيان القسطنطينية وغيرهم من الأساقفة بعد هؤلاء جاء برسومة اللي هو القديس برسوم رئيس المتوحدين وآخرهم الشماس هيلاري وبالتالي لم يتمكن مندوبي البابا من العمل بشكل جماعي يعني ما عادوش مع بعض قعدوا حسب الترتيب الطقسي يعني تمت أولا قراءة الرسالة الإمبراطورية الداعية إلى عقد المجلس ثم أخبر هيلاري كيف تم تكليفه برسالة رسالة بابوية إلى الأساقفة المجتمعين تم استلام هذا من قبل ديسكورس خد منه الرسالة دي القديس ولكن لم يقرأ السكرتير يوحنا معلنا أنه أمامه رسالة من الإمبراطور هم؟ آه قدم رسالة فالسكرتير قال عندنا برسائل الإمبراطور فلازم تقرأ الإيه؟ الأول وبناء على طلب يوبوناليوس فتدخل يوبوناليوس قال آه تقرأ رسالة الإمبراطور ثم بدأ الأساقفة في التفكير في السؤال العقيدي الشؤون الإيمانية، لكن في الأول كده ناخد لبالنا من حاجة بنلاحظ هنا حضور ممثلين عن لون، وهذا يعني معرفته وقبوله بانعقاد المجمع إذ أرسل ممثلين له كالمعتاد من أساقفة روما كان في المجامع المسكونية بيبعتوا إيه ممثلين وأيضا يتضح هنا استلام المجمع لرسالة لون وسماح البابا ديسكورس بقراءتها ولكن السكرتير أعلن أن أمامه رسالة من الإمبراطور لابد أن تقرأ وبناء على طلب يوبيناليوس تمت قراءة رسالة الإمبراطور ثم بدأ الدخول في السؤال العقائدي. ليه بقول لكم يلاحظ كده؟ لأن هيجي في خلق دنيا بعد كده من ضمن التهم اللي يوجهها للبابا كروس ازاي تعقد مجمع بدون إذن بابا روما أو أسقف روما يعني. طبعا المجمع بينعقد بدعوه من الامبراطور ثانيا هو نفسه لاون كان له ممثلين في المجمع بدا المجمع اولا بمناقشه صحه حكم الادانه الذي اصدره فيليبيانوس على اوطاخي اول حاجه ناقشها المجمع أه الحكم اللي على اوطاخي بعد بعد ما حصل التحقيقات آه وثبت التزوير واتضح ان اوطاخي قدم ايمان سليم ورفض القول بالطبعتين فحصل ايه؟ الكلام اللي هقوله ده بناء على روايه سيلرز ناقش المجمع اولا ما اذا كان في لبيان على حق في ادانه اوطاخي تم قبول رئيس المتوحدين اللي هو اوطاخي يعني ومعه اعتراف كتابي بالايمان قد احضره وتمت قراءته وادخل في محضر الجلسات والذي اكد فيه انه من يوم معموديته كان له ايمان نقيا وشرح ان هذا الايمان قد تثبت في افسس حيث قضي قضي في افسس يعني بانه لا شيء يجب ان يضاف اليه او يحذف منه وفي الواقع قد ذهب ومعه في يده نفس النسخه من المرسوم الخاص بمجمع افسس 431 الذي قد صر القديس كورولوس صاحب الذكرى المقدسة أن يرسلها إليه كان بعتها له القديس كورولوس لأنه كان مقرب من القديس كورولوس أطاخي. علاوة على ذلك فقد قام الآن بحرم ماني وفالنتينوس وأبوليناريوس ونصور وفي الواقع كل الهراتقة من سيمون المجوسي يقصد سيمون الساحر يعني ومن بعده جميعا مع أولئك الذين قالوا أن جسد الرب نزل من السماء يعني حرم حتى الإدعاء اللي كانوا هو بيدعوه عليه يعني ثم أخبر الأساقفة كيف أن فلبيان في القسطنطينية في قد رفض قبول بيانه العقائدي، وكيف أمر بأن يقول بما يتعارض مع الإيمان الموضوع في نيقيا وأفسس، وكيف لم تُسمع مناشدته في هذا المجمع لذلك التمس من المجمع الذي سيلتزم بقراره يعني قال يلتزم من المجمع اللي انا اللي هتقرره انا ملتزم به يعني ان ينظر في قضيته بعين الاعتبار عندئذ إيه طلب المندوبون البابويون اولا يوليوس ثم هيلاري مره اخرى قراءة رسالة لون ولكن لم يمنح هذا ولا طلب فليبيان الذي التمس بأنه يجب أن يسمع متهم أطاخي أوسابيوس أسقف دوريليم وبدلا من ذلك تمت قراءة أعمال مجمع القسطنطينية بناء على طلب المفوض الإمبراطوري البديوس وبموافقة الأساقف طبعا هما بيناقشوا حاجة طب تقرأ مش عارف ايه، طب احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ فقالوا لا نشوف اعمال المجمع بيكملوا القضيه اللي شغالين فيها يعني. وعندما وصلت القراءة إلى كيرولوس وصيغة المصالحة. ما جابوا في المجمع القسطنطينية الادعاء قالوا صيغة المصالحة دهيت، ايه رأيك فيها؟ أعلن أوستاسيوس أسقف بيروت أن الأب المقدس اللي هو القديس كيرولوس قد عبر عن نفسه بشكل أكثر وضوحًا في رسائله إلى أكاكيوس أسقف ميليتن وساكسينسوس أسقف قيصرية حيث كان قد انحاز أكثر مع الإيمان بالطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد أكثر من الإيمان بالطبيعتين لما كانوا بدأوا يدعوا على القديس كيرلس أنه قبل صيغة إيمانية فالقديس كيرلس كان بدأ يكتب وكتب خمس رسائل مهمين جدا لأكاكيوس أسقف مليتن وفاليريان وساكسينسوس وأولوجيوس وساكسنسوس كتب له رسالتين فكان المجمل بتاعهم كام خمسة من أهم الرسائل اللي الخلق الآن يدعون أن احنا بنفهمهم غلط يقول يفهمهم أصحاب الطبيعة الواحدة غلط على أساس بيأولوا المصطلحات بتاع القديس كيرلس دي وردت في سيلرز سيلرز أيضا وأوردها في حته تاني جزئيا بيقول ايه يعني أوستاسيوس وأورانيوس معارضي هيبة كان شديد التمسك بالإيمان الأرثوذكسي أوستاسيوس وأورانيوس اللي الإمبراطور اختارهم من ضمن وفوتيوس كان اللي هما يتولوا التحية معي مع هيبة وكان على دراية تم بإدعاءات الشرقيين بخصوص المصالحة كانوا عارفين إيه اللي بيتقال يعني وقد قال أستاسيوس في مجمع أفسس ده هنا اللي بيهيروي سيلرز البعض الجزء الخاص بأعمال مجمع القسطنطينية الذي شمل قراءة رسالتي القديس كيرولوس اكد يوستاسيوس ان المعلم العظيم اللي هو القديس كيرلس قد قضى حياته في توضيح موقفه وانه كتب الى اكاكيوس وفاليريان وسكسينسوس ليوضح انه لم يكن من الضروري التحدث عن طبيعتين ولكن فقط طبيعه واحده متجسده للكلمه قالوا كيرلس نفسه قال كده واعلن وضح موقفه مما تدعونه الان فازاي عايزين يجبروا أوطاخي يقول بطبيعتهم القديس كيرلس بنفسه قال بالطبيعه الواحده عمالين بيناقشوا اللي حصل مع اوطاخي جه في مضمون المجمع الخلقدوني بهذا الخصوص يقول ايه بقى وطاخي كان برضو في مجمع فيليبيانوس قد استعان بالقديس ديسكوروس ليحكم في الامر استغاث به لكن فيليبيانوس رفض وقال هو وحده يقضي بما يخص الامانه الايمان يعني ولم يذكر هذا الكلام في أعمال مجمعه الاستغاثة بتاعت أوطاخي ورد في عليها ما تأيدتش في أعمال الإيه المجمع بتاع القسطنطينية بل نجد ذلك في أعمال مجمع أفسس إذ يقول أوطاخي بيقول إيه بقى والكلام ده ورد في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني بالحيث لم يذكر في لبيانوس الأسقف المكرم بأني استغثت بقدسكم، ولم يخجل من شبتي وتعبي لأجل الاعتقاد المستقيم، إذ كنت أنازع الهراطقة، فلكن كان متسلطًا عليَّ بأنه هو وحده يقضي فيما يخص الأمانة، ولم يبقي شيئا لقصكم لتنظروا في عدل ذلك الحكم علي وطردني من الكنيسه بما كان يظن واسقطني من الكهنوت كما زعم ومنعني من شركه الاسرار الالهيه وعزلني من رياسه الدير وسلمني للقوم المستعد من قبله لكيما يطوفوني في دار الأسف وفي الشوارع كواحد من الهراطقة المجدفين. واحد تبع ماني يقولوا عليه انه تبع ماني وأبو زي ما كانوا بيتهم ويقتلوني إلا أن عناية الله حفظتني إلى هذا اليوم وحرستني لقدسكم بل وفي كنايس مختلفة وهياكل القديسين جعل أن تقرأ تلك القضية بعدما استغث بكم وكان يلعنّي ويحرم الذين كانوا يوافوا إليَّ ويخاطبوني ويمنعهم عن القربان المقدس، حيث لم ينتظر حكم قدسكم، بل كان يلزم الديورة (الأديورة يعني) يثبتوا بخطوطهم القضية المجابة عليَّ، حيث قط لم تجرى عادة كما يعلم قصكم أيضًا أن يفعل أن يفعل ذلك ضد الهراطقة المشهورين. كان في تعمد بسحق سحق أوطاخي والتشهير به كوسيلة للدعاية بإقرار وتثبيت الإيمان بالإيه؟ بالطبعتين. وقال أوطاخي في مجمع أفس 449 أنه قدم اعتراف إيمان مكتوب ولكن أوسابيوس أصر أن يقرأه أوطاخي وكان مصرا على مجادلاته لأنه كان يريد أن يتصيد أي خطأ له يدين به العلم أن أوطاخي رغم تمسكه بالإيمان الأرثوذكسي فليس هو باللاهوتي المتمرس على النقاش والجدال فيقول أوطاخي إيه بقى؟ حتى إني في الحين في منازعة المجادلات كجار العادة من السجس وبديعة الكلام يزهق لساني اسما أو يصطادني في الكلام يعني هو بيقول رفضوا يدني يقروا البتاع عشان ياخدوا يدوا معايا عشان تطلع كلمة من لساني يمسكوني بيها حتى دي ما حصلتش الحياة كان واعي فهنا نلاحظ الإصرار على مناقشة أوتاخي حتى يتم اصطياده <applause> ويقول اوطاخي ده ده كله انا جايبه من مضمون المجمع الخلقدوني اللي هم نشروه نعم؟ اه ويقول اوطاخي وقلت اني كنت معتقد بحسب ما رسموا الاباء 318 الذين اجتمعوا في نقي وبما ثبت وبما ثبت مجمع افسس المقدس كان يقتضي مني أن أقول بعض أمور أخرى دون الأشياء التي تفسرت في نقيا وفي أفسس سابقا فأما أنا خايفا ألا أتعدى على التحديد المورود في المجمع المقدس الذي سابقا بمشيئة الله انعقد في هذا المكان عايزين يقول له حاجات يعني يوقعوا في الكلام عشان كده كان أطاخي حريص عشان كده يمكن بكده يفسر لنا لما قالوا له تقول بطبيعة ولا طبيعتين قال لا طبيعة واحدة من طبيعتين الله تؤمن انه انه مساوي للأقال طبعا ده ورد في قانون الإيمان مساوي للاب في الجوهر طيب ومساوي لنا قال لهم كلمة ما جاتش في, في قانون الإيمان قالوا له يعني انت يعني ما خدش جوهرنا قال لا خد جوهر امه قالوا له طب ما جوهر امه يبقى هو جوهرنا قال خلاص يبقى هو كده بحسب ايه يعني اقر انه له جوهر الواحد معلقه في الجوهر وانه واخد ايه جوهر امه يعني فعايزين ياخدوا يده عشان يوقعوه في الكلام لكن كان برضو واعي يعني فسيلر بقى بعد المناقشات دهيت بيعلق يقول ايه يقول هكذا اصبح معلن او مكشوف لعقل قادة المجمع فلا عجب انه عندما سمع الاساقفة انه في القسطنطينية باسيليوس من سلوقية قال ان المسيح هو صار معروفا في طبيعتين وهذا ما أكده سلوكوس أسقف أماسيا بأنه ما ينبغي أن يكون أن يسوع في طبيعتين بعد التجسد هتف الأساقفة لا أحد يقول أن الرب هو إثنان بعد الاتحاد الكلام ده كان في بيجيبوا أعمال مجمع القسطنطينية وشافوا قول باسيليوس أسقف سلوكوس أنه إيه بيقول ان مفروض ان المسيح طبعتين بعد الاتحاد يعني معروفا في طبعتين فاباء مجمع افسس لما جم قروا الحته ديت قالوا لا احد يقول ان الرب هو اثنان بعد الاتحاد لا تقسموا من لا يقسم هذا هو راي نسطور او كذلك عندما اعلن أن أوسابيوس أوسكوف دوريليام قد طالب أوطاخي بالاعتراف بطبيعتين بعد الاتحاد صرخوا في غضبهم فليحرق أوسابيوس كما قسم فليقسم من ناحية أخرى فإن اعتراف أوطاخي طبيعتين قبل الاتحاد وبعد الاتحاد طبيعة واحدة خلي بالكم هم بيقول طبعتين قبل الاتحاد مش معنى كده ان طبعتين كانوا موجودين لا يعني ان الاتحاد تم يعني نتكلم عن اللي تم منه الاتحاد طبعتين اللي اتحدوا لكن وجودهم عشان في ممكن يتأول ان معنى كده ان بتقولوا طبعتين كانوا موجودين وجود سابق للناسوت لكن احنا بنقول في صفر من الزمن في في لا زمن بس بعين الذهن بنقول الاتحاد تم من طبيعتين ان اللحظه اللي تم فيها الاتحاد وجدت الطبيعه النسوتيه في هذا الاتحاد يقولوا وبعد الاتحاد طبيعه واحده تم استقباله بتصفيق عال لما اوتاخي جاي قبل اوتاخي ان قال بعد الاتحاد طبيعه ايه واحده تم استقباله بتصفيق عال واضاف ديسكورس وهكذا نحن كلنا نؤمن وإدراكا لاتجاه المجمع سحب كل من باسيليوس وسلوقس من أماسيا التصريحات التي أدلوا بها في المجمع المكاني في القسطنطينية وأعلنوا أن إيمانهم كان إيمان نقيا وأفسس آه باسيليوس وسلوقس اللي هم كانوا قالوا طبعتين في مجمع القسطنطينية قالوا خلاص إحنا إيه لنا إيمان نقيا وما تثبت في أفس وحرم أولئك الذين قسموا الرب إلى طبيعتين أو أقنومين أو شخصين بعد الاتحاد وعند ختام قراءة أعمال المجمع أعمال مجمع القسطنطينية يعني أصبح أوطاخي واثقا الآن ده سيلرز اللي بيقول من أن الحكم سيصدر لصالحه وطلب قراءة محاضر الجلسات التي استفسر عن صحتها واستمرت القراءة دون انقطاع حيث أن رئيس المتوحدين عازما على تبرير اتهامه بأنه قد تم تزوير أعمال المجمع ثم لفت الانتباه إلى تصريح ماجنوس بأن حكم عزله قد عرض عليه قبل بدء المحاكمة أجاب في لبيان أنه كما شهد تلاسيس يمكن أن يشهد الآخرون فإن سجل أعمال المجمع كان صحيحاً في عمال ينكر يقول لا ده اعمال المجمع صحيحه ما وحيث ان ديسكورس كان يضغط عليه الان لكتابه قضيته ده كلام كلام سيلرز يعني لكن هو المفروض ايه وحيث انه كما لو كان ممنوع من تقديم دفاعه على فيليبيانوس يعني على كل حال أعلن سوسكو أسقف أورشليم وآخرون تحت تأثير الرئيس أنه كان يتمتع بحرية الكلام اللي أنت عايز تقوله قوله على فليبيانس لكن رئيس الأساقفة في أكد فقط ما كلمش الحاجة قد فقط على أنها أمام الله لم يكن لديه ما يخشى بخصوص أعمال المجمع ولغلق هذه الإجراءات طلب ديوسكوروس من كل أسقف أن يعلن رأيه فيما يتعلق بأرثوذكسية أوطاخي وبدءا من يوبيناليوس وديمنوس خلي بالكو دمنوس و وأحد عشرة من الأساقفة من بينهم باسيليوس وسلوقس اللي هم كانوا حاضرين في مجمع القسطنطينية مع رئيس الدير برسومة حيث قبلوا اعتراف إيمانه ووافقوا على إعادته إلى منصبه. تبرأ أو وأعيد إلى منصبه. ومين وافق على كده؟ دمنوس. دمنوس يعني هتلاحظوا العجب في المجمع ده. أي حاجة المجمع هيقولها أنا موافق عليها. نعم؟ لأ لأن عارف إنه إيه؟ آه لا آه الاسانيد ضده ضايع ضايع تعليقي انا بقى وهنا يتضح بشده كيفيه الاجراءات واتخاذ القرارات في مجمع افاسوس اتنين فبالنسبه لتبريه اوطاخي تم فحص أعمال مجمع القسطنطينية والاطلاع على جلسات الاستجواب التي تمت بناء على طعن أوطاخي بالتزوير في أعمال المجمع اعتراف إيمان الإيمان الأرثوذكسي الذي قدمه أوطاخي كل عضو في المجمع عبر عن رأيه بحرية بصورة فردية وجماعية ومن ثم تم اتخاذ الأقرار بأغلبية أعضاء المجمع ومسؤوليتهم ولم يكن قرار القديس قديس كورس بمفردي اخر واحد وقع كمين كم أربعة الملاحظة الاخيرة اعتراف ديمنوس بارثوذكسية اوطاخي اللي هما لما يجوا بعد كده في مجمع خلق دنيا سابوا كل الناس وجايبين يتهموا الباب انت حللت اوطاخي الله ده كان مجمع هو انا لوحدي طب ده, ده كله يعني آه طبعا ذكر ديمنوس انه وقع على تبريرته تاخد منين؟ من سيلرز شوفوا مضمون المجمع الخلقدوني هيقول ايه ثم قال ديمنوس اسف انطاكيا والشام ده الكلام ده اللي بيقوله مضمون مجمع المجمع الخلقدوني اللي نشر في روما. قد قال ديمنوس في انطاكيا والشام قد كنت سابقا ثبتت القضيه التي اوجبها فليبيانوس على أوتيخة لاجل الرساله التي وجهوها الي في هذا الامر. لكن الان قد ظهر لي المذكور ارثوذكسيا من الكتاب الذي قدمه لهذا المجمع حيث يعترف به أنه متمسكا باعتقاد الآباء 318 والثمانية عشر الذين اجتمعوا في نيقيا وبآمانة الآباء الذين اجتمعوا في هذه المدينة ولأجل ذلك قد اقتديت برأيكم وحكمت بأنه مستحق درجة الكهنوت والرياسة على رهبان ديره دا بابا دي الزعانة كتير قوي وظلم كتير وما زال يظلم وأحيانا من أبنائه للأسف في مجمع افسس 449 شهد جميع الأساقفة بأن أطاخي أرثوذكسي وتم متمسكا بالاعتقاد النقاوي وبإيمان الآباء الذين اجتمعوا بأفسس وأنه يستحق الكهنوت والرئاسة وعلى هذه الصفة قالوا جميع الأباء الذين كانوا مجتمعين في ذلك المجمع الذي صار في أفسس وبرروا أطاخي من كل هرطقة واعتقاد فاسد الكلام ده جاي برضه في مضمون المجمع الايه جميع الاباء اللي هم ادعوا بعد كده عشان يبرروا ان الاباء دول كلهم قالوا اه اصل ديسكورس كان بيستخدم العنف والتهديد طب فين التهديد والعنف هنا؟ ده بيقول كل واحد يقول رأي وادى فرصه لفلبيانوس اتكلم ليك حريه الكلام المهم تم تبرئه اوطاخي المشكله بقى مش مشكله اوطاخي المشكله بقى في العقيده الجديده المخلفه لايمان نقيا وافسس اللي بينشروها وبيثبتوها وبيعلنوها اللي هي الاعتقاد بالطبيعتين دي بقت قضيه مهمه تجلت وظهرت من خلال مجمع القسطنطينيه اللي هم استخدموه لاقرار هذه العقيده فثبتوها على انفسهم هذه القضيه فبدا النظر لكل من فليبيانوس واوسابيوس ففي مجمع افسس ثاني تلية الوثائق الخاصة بالأساقفة الذين قالوا بطبيعتين وقد ذكر بعضها ميخائيل الكبير قائلا شوفوا بقى ميخائيل الكبير قال ايه على الحتة ده هي يقول كما تليت ايضا وثيقة باسيليوس اسقف ايسورية التي جاء فيها نسج للرب يسوع المسيح الواحد الذي يعرف بطبيعتين تليت بعدها وثيقة سلوكس أسقف أماسيا وجاء فيها ونحن أيضا نؤمن بالرب يسوع المسيح الواحد نور من نور حياة من حياة بطبيعتين بعد التجسد <applause> ثم تلي جواب المجمع وقد جاء فيه لا يجوز لأحد أن يقول بطبيعتين للرب بعد الاتحاد إن أسقف أماسيا ليس أسقفا بل هداما ثم تليت وصية يوليوس أسقف كورونسية أو كورونيسة يعني مكتوبة يعني حسب اللهجة بتاعته وجاء فيها نؤمن بطبيعتين لشخص واحد كما تلا الحوار الذي تم أمام فيليبيانوس في القسطنطينية في ضد أوتيخا ووردت فيه كلمة أوسابيوس أسقف دوريليون التي حاول فيها إكراه أوطاخي أو أطيخ على القول بطبيعتين بعد الاتحاد وقرار المجمع بهذا الصدد المتضمن عبارة أحرق وثيقة أسابيوس وكلمة ديوسكورس للمجمع والتي قال فيها ايحسن هذا الكلام في أعينكم أن نقول بالطبيعتين بعد الاتحاد وقد أجاب المجمع محروم من يقول بهذا وقوله أيضا إنني بحاجة إلى أصواتكم وأيديكم فمن لا يستطيع أن يهتف فليرفع يده وإلى ما قاله المجمع محروم من يقول اثنين يعني شوفوا القديس ديسكورس كان لازم يتأكد بيقولوا إيه اللي صوته مش مسموع فيش ميكروفونات فيرفع ايده يعلق ميخائيل الكبير على مؤامرة فيليبيانوس والنصاطرة ضد الإيمان الأرثوذكسي فيقول إن فليبيانوس في عندما اجتمع بالنصاطرة في القسطنطينية ناقشهم على اعتبار أنهم ضد أوتيخة لكن الحقيقة لم أن خصامهم كان لصالح الكنيسة المقدسة وليس يعني ما كانش ضد أوتيخة كان ضد الكنيسة كلها لكي تنكشف أو يعني لكي يعلنوا يعني عقيدة نصور الفاسدة ولكي يثبتوا هذا جاءوا برسالتين للقديس كيرلس الأولى كتبها إلى نصور بقصد تليين شر ومطلعها أن بعضهم يسلبونني أمام تقواك والثانية تلك التي أرسلها إلى يوحنا الأنطاكي وقد دبجت بصورة ذكية وكأنها مرسلة إلى رجل مريض ومطلعة لتبتهج السماء وضمت إلى محاضر أولئك المنافقين التي دونوها مع فيليبيانوس في العاصمة واللتين توليتا في مجمع أفسس الثاني. يعني هنا المخيل الكبير بيقول إن القضية ما كانتش مع أوطاخي. أوطاخي ده كان وسيلة عشان من خلاله يثبتوا او يعلنوا عقيدة نصور بالطبيعتين وكتب ايه في مخيل الكبير تاني يقول كان في قد صرح للمقربين منه انه يقول بطبيعتين ولكن امام الشعب والملك كان يقول من طبيعتين وقد ذكر ذلك مخيل الكبير قائلا <applause> يتضح هذا مما اثر به فيليبيانوس لامنائه من انه يقول بطبيعتين ولكن عندما كان يتحدث الى الشعب او يكتب الى الملك سادوسيوس كان يقول من طبيعتين ويصرح بطبيعه واحده للكلمه المتجسد. اه يعني احنا هنا بنحاول نبين موقف ليبيانوس لأن داخلين على محاكمته لا يقول, كان لا يقول. إيه لا يقول فين يبون ولكن عندما كان يتحدث إلى الشعب أو يكتب إلى الملك سادوسيس كان يقول من طبيعتين ويصرح بطبيعة واحدة، ما يقولش بطبيعتين، يقول من طبيعتين يعني. سيلرز بقى يقول ايه؟ بعد طب ما حصل ده كله تبرأ أوطاخي وانكشفت عقيدة فيليبيانوس وأوسابيوس <applause> فماذا سيكون مصير فيليبيانوس أو متهمي متهم أو طاغي فيقول نهض في الحال إلى مستوى هذه المناسبة وأمر أن تقرأ على التوالي جلسات مجمع أفسس 431 حيث وضع قانون إيمان نقية كأساس لإدانة نصور وكقاعدة للأرثوذكسية وبعد ذلك أعمال الجلسة السادسة للمجمع نفسه التي فيها تم وضع عقيدة أفسس ثم طلب من كل أسقف أن يشير كتابة إلى ما إذا كان يجب إضافة أو حذف أي شيء من إيمان نقية كان الاتفاق العام وشيكا الكل طبعا موافق لا يضاف ولا يعمل وأعرب المندوبون البابويون أنفسهم عن موافقتهم. ثم جاءت الضربة الرئيسية. أعلن المجمع المقدس وديوسكورس. خلي بالك حتى سيلرز مش يقول ديوسكورس وبس أعلن المجمع ديوسكورس ده ك... كرئيس لكن كانت مش هو كل كل المجمع يعني. أعلن المجمع المقدس وديوسكورس. أنهم سمعوا قراءة المرسوم اللي هو مرسوم مجمع أفسس، لكن كان مدركًا أيضًا أن فيليبيانوس وأوسابيس أسقف دوريليوم قد غير كل شيء تقريبًا، المرسوم بيقول لا يضيفوا ولا يحذفوا، فهم غيّروا في الإيمان، وهذا بالطبع من خلال دعمهما لعقيدة الطبيعتين. ومحاولتهما إجبار أوطاخي على قبول صيغة المصالحة. سيلرز اللي بيقول كده. بيحكي اللي حصل المجمع قال إيه؟ إن هم قالوا طبعتين وإجبار أوطاخي على على قبول الصيغة اللي هم بيدعوا بيه عليها إنها صيغة المصالحة. وقد أزعجوا بشكل خطير الكنائس المقدسة والعلمانيين. الكلام للمجمع هنا بابا ديسكورس المجمع وقد أزعجوا بشكل خطير الكنائس المقدسة والعلمانيين الأرثوذكس في كل مكان وهكذا أصبح هؤلاء المخالفون خاضعين للعقوبات المجمعية المحددة من الأباء حيث أن الأساقفة بالفعل تأكدوا ما وضع في المرسوم فوجب عليهم أن يحكموا على فليبيان وأسابيوس كأجنبيين عن المنصب الكهنوتي والأسقفي واذا اعطاهم المجمع هذه المبادره شرع ان يدعو كل اسقف ان يعلن رايهم قالوا كل اسقف يقول رايهم هنا طبعا بنلاحظ ان محور القضيه في الصراع القائم بين الارثوذكس واصحاب الطبيعتين هو محاوله فرض اصحاب الطبيعتين الادعاء الخاص بصيغه المصالحه وتقنينه ورفض الارثوذكس لذلك. طبعا هو قال كل واحد يوقع على حده. في تاريخ كنيسة أنطاكيا لخريسوسوموس وبابا شوفوا مين أول الموقعين بقى. وكان أول من أمضى قرار التجريد تجريد فيليبيانوس وأوسابيوس بعد ديسقورس ويوبوناليوس أورشليم ديمنوس أنطاكيا وتلاسيوس قيصرية يعني ديمنوس يعني <تصفيق> 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 هو لو برضه لسه دوره جاي يعني، أصل عارف بلاوي كتيرة أوي وخلاص جاء يوم الحساب. طبعًا بمجرد ما فليبيانوس اتحرم وعزل هو أوسابيوس فوجئوا، فوجئ المجمع بالآتي. ثم تقدم الشمامسة سيوسيبيوس وأبيفانيوس وتأوفيلوس والقارئ يدروا مانوس إلى المجمع المسكوني وقالوا إن في ليبيان أصوا القسطنطينية سابقاً وضعنا تحت الحرم من الظهور هنا حرموا أنهم يجوا هنا في في هذه المحجمة فنرجو من تقواكم أن تحررونا من رباط اللوم وقالوا حاجات يعرفوها كان فيها إدانة لفليبيانوس بس ما قالوهاش قبل الحكم قالوها بعد الحكم بعد ما اطمأنوا ان ايه آه فقالوها كبقى وبكده تم الحكم على فليبيانوس وأوسابيوس بحق إنما أصروا وتمسكوا خلي بالكوا هنا في الفترة اللي فاتت باسيليوس وسلوقس تراجعوا عن القول بالطبيعتين تراجعوا فليبيانوس وأوسابيوس لم يتراجعا المشكلة بقى الكبيرة اللي كانت برضو منتظر المجمع ما احنا قلنا قضايا كثيرة في انتظار المجمع هيبة بس ده رغم يعني اموره كثيرة قوي لكن اتكلمنا فيها بالتفصيل قبل كده وشبه محسومة ومعروفة وما يعني فهنقولها باختصار عشان نلحق ولو انه يعني يحتاج <applause> اصل ما فيش غير المره الجايه في الوجه اللي علينا كتير بس احمله النهارده ناخد اكبر قدر ممكن يعني في جلسه يوم الاثنين 26 اغسطس تم النظر في قضيه هيبه المكتمله الارقان والمستوفاه من كافه اجراءات التحقيق التي تمت سابقا في بيروت فدي قضية مستوية التحقيق فيها مثبت ومكتوب بواسطة أساقفة هم القضاة بتوع القضية في المجمع يعني شوفوا اختزال الوقت يعني مش هتوقع. يعني دول الدارسين والبت هيكون ليهم هم في حضور المجمع يعرضوا عليهم استخلاصاتهم ايه جاءت اولا قضيه هيبه هنا بقى سيلرز بيحكي بيقول جاءت اولا قضيه هيبه الذي مثل سيودوريت لم يستدعى الى المجمع ليه لم يستدعى لان هو بالفعل استدعى قبل كده وتم التحقيق معاه ويعني استوفى كل حاجه يعني زي ما تقول كده دلوقتي يقولوا محجوزه للحكم <applause> عارفين في القضايا لما بتستوفى كل حاجه وتحجز للايه مش صح كده بتوع دي اه يعني كانت مستوفاة ومحجوزة للايه للحكم يقول مثل سودوريت برضو سودوريتوس كان يعني الادلة خلاص يعني حاجة معلنة لم يستدعى إلى المجمع تمت قراءة رسالة من سيودوسيوس إلى برسوما واستقبل ديسكورس رئيس الدير واحد عشر أرش من دريت المتميزين ثم دعا الأخير اللي هو القديس ديوسكوروس فوتيوس وأستاسيوس وأورانيوس للإدلاء بشهادته لما جت قضية هيبة فكان في مرسوم امبراطوري للبابا ديوسكورس ورؤساء المجمع يوبناليوس وتلاسيوس ان اللي هيكون مسؤول فوتيوس وأستاسيوس وأورانيوس فدعا الأخير اللي هو البابا ديسكورس فوتيوس وأستاسيوس وأرانيوس للإدلاء بشهادتهم وطلب هؤلاء بأن تقارير التحقيق الذي أجراه اللي اسمه مكتوب قدام ده الشراس ولا اسمه ايه مش عارف الالتماس ضد الأسف الذي تم التوقيع عليه من قبل ممثلي شعب الراهة ويجب قراءة محضر جلسة الاستماع في القضية في بيروت هيستمعوا للي ايه للتحيات فبيوصف يقول ايه هذه السجلات لوست اذان الاساقفه الذين صرخوا ليحرق هيبه في وسط مدينه انطاكيا حتى الشياطين اكثر حياء من هيبه لان هؤلاء اعترفوا بالمسيح هو ابن الله ضد الشياطين ينبغي حرق نصور وهيبة معا، النفي لهم لا شيء، الشيطان وابنه في النار معا، وبيوصف سيلر يقول أضاف ديسكورس وقودا على اللهب عندما أكد للأساقفة والرهبان أن هتافهم كان صياح للروح القدس في داخلهم. لفت الانتباه إلى مقال هذا الشيطان هيبة وبصفة خاصة أنا لا أحسد المسيح على أن يصير إلها لأنه كيف يمكن أن يكون الله ما لم يكنه ثم دخل القس أولوجيوس كاهن الرها وتلت تهم الموجهة إلى أسقفه التي حاول إحضارها أمام ديمنوس في أنطاقيا في وقت نشر المرسوم الأرثوذكسي الكريم مرة أخرى اللي هو كان يودوا الشكوى لدمنوس ودمنوس كان يعني ايه, إيه يعني يمالئ مع هيبه مره اخرى تولد يسكورس الصداره يلهيب بتصريحاته الكافره جلب على نفسه الادانه في كل من الدنيا والاخره وبهذا الوضع كان الحكم القانوني بالعزل واجبا عندما أصدر عشرين أسقفا حكمهم بداية من يوبناليس وتلاسيوس وبمن بمن فيهم باسيليوس وسلوقس طلب الرئيس من الباقين التحدث بصوت واحد فشجب الجميع هيبة باعتباره خصما لله يعني الكل بالإجماع أدانه هيبة هنا البابا ديسكورس كان له دخل لوحده ده يعني مستوفى من زمان من قبل البابا ديسكورس ما يدخل خالص دي كانت محجوزة للإيه للحكم آخرون قدموا ضد هيبة بيانات تؤكد نسطوريته فيها كثير من تجاديف يمكن الرجوع إليها سيلرز بيقول توضيح الاقتباسات التالية تصميم هبة على فصل الطبيعتين ضد الفكرة القائلة بأن في يسوع المسيح يوجد طبيعة واحدة. بيقول أليس النص السابق يوحنا شيئا والأخير شيئا آخر الذي صار اليوم صار المسيح غير مائت من مواعظه في عيد الفصح يجب أن نميز بين الله والإنسان ونفصل بين من, من أتخذ بالنعمة وبين من أتخذ أتخذوا بالنعمة. إنه كان شخصا واحدا الذي مات وآخر الذي كان في السماء شخص واحد بدون بداية وآخر يعني بيتكلم على المسيح إنه إيه اتنين يعني غير بقى الرسالة إلى ماريس اللي هي هان فيها البابا دي كيرلس هقول لكم مما جاء في الرسالة مش هقراها لكم يعني اتهام القديس كيرلس بالسقوط في بدعة أبو ليناريوس زي ما اتهموا أوطاخي يعني دي في الرسالة اللي, اللي وداها لإيه؟ لماريس هيبة بيتهم البابا كيرلس لأنه قال بطبيعة واحدة لله المتجسد وفي اتهام خ... إقرار هيبة بأن ربنا يسوع المسيح أقنوم واحد بطبيعتين وهي نفس العقيدة التي تقررت بعد ذلك في مجمع خلق دنيا مهاجمة فصول القديس كيرلس الاثنية عشر والإقرار بأن مجمع أفسس قد جعلها أساسا الإيمان القويم في عزل نصور مهاجمة مجمع أفسس مهاجمة القديس رابولا لأنه قوم تعليم تيودور سيدور المنحرف الإدعاء بأن مصالحة 438 تمت, تمت على أساس حرم القديس كارولوس القائلين بوحدة الطبيعة وقبول إيمان الشرقيين آه يعني أدلة إدانة هيبة كانت يعني بلا حدود وكان ده هو الحكم زي ما قالوا حكم واجب يعني واجب النفاذ زي ما بيقولوا كده طبعا هيبة اتحكم وتحكم على اللي رسمهم دانيال وصفرونيوس تم التعامل مع النصريين الآخرين بنفس الطريقة تم عزل دانيال الشاري مثل عمه كان يبقى ابن أخه هيبة وكان أصلاً قدم استقالة لما فضيحه ظهرت قوي في التحيات في بيروت فراح اشترى نفسه وقدم الايه الاستقالة فهنا العزل تحصيل حاصل هو اصلا هو الاتهام ضد قريب اخر لهيبة اسمه سفرونيوس القسطنطيني سيلرز بيقول قيل انه غير راضي عن عقيدة نصور لكن قد سلم نفسه العلم التنجيم وفنون السحر وكانت التهم ضد هؤلاء الأساقفة الذين رسمهم هيبة لا تدينهم فقط ولكن تضاف إلى التهم الموجهة لهيبة نفسه لتدينه إن هي دي الناس اللي كان بيرسمها وكانوا بيسببوا عثرات وفساد في الإيمان وفي, وفي كل حاجة طبعا كان في قضية إيريناوس اللي هو أصلا كان صدر مرسوم إمبراطوري إيه بعزله إيريناوس المتزوج مرتين الذي ساعد وعاون نصور بعد عودته من المنفى الذي استحق أثبت نفسه ذئبا مستبدا لأهل صور كما رد من الوظيفة الكهنوتية ومعه أوكلينوس شريكه الهرطوق الذي عينه أسقفا يعني إيريناوس كان رسم كمان إيه واحد معاه وهذا كان كان قد حكم عليه بالنفي سابقا بعد رساماته غير الشرعية صدر قرار بعزله من الامبراطور الكلام ده جابه سيلرز كل الحاجات دي البابا دي كان له علاقة بيها دي كان قضايا يعني بالفعل موجودة هيجي بقى الدور على مين سؤدوريتوس سودمنوس باقي مش كتير النهارده قد اللي قلناه بس <تصفيق> 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 نقول نقول شوية على قد ما نقدر عشان ايه يبقى المرة اللي جاية اخف شوية نعم ما هي بقى لنا مرة واحدة بس <applause> ايه عايزين يبقى <با> في ديمقراطيه <applause> طب نكمل شويه ولا نكتفي بكده بس المره الجايه لازم نخلص كله عشان ما فيش قدام بعد كده قوم خدام الصوم طب ما احنا موجودين اهو هو عموما <applause> <من> يعني باقي ايه؟ <تصفح> اه يعني عشان نمزمز في سوق دوريته شويه عموما يعني خلاص نكتفي بهذا القدر ونشوف الاسئله يبقى احنا واقفين على سيودوريتس في ناس بيقولوا اقبل ادي ارجو من نيافاتكم ان تكون المحاضره المذاعه على اليوتيوب مضافا اليها الأسئلة التي تجاوب عليها نيافتكم حيث أنها تذاع بدون الأسئلة والإجابات نرجو إضافتها للاستفادة القصوى أشكر نيافاتكم أشكر في صلاتكم لما بتكون في أسئلة في صلب الموضوع ب... ما فيش مانع أنها نحطها بس زي ما انتم شايفين المحاضرة بتبقى كبيرة فما بنحبش نسقل ولا سيما لو في حاجة مش في الصميم أو في صلب الموضوع يعني والبعد مجمع القسطنطينية وما حدث فيه من تزوير وتبرئة أوطاخي في مجمع أفسس الثاني المسكوني فهل يحق للبابا تيموساوس بحرم اوطاخي مرة ثانية بناء على شهادات أشخاص غير موثوق فيهم وبماذا تنظر كنيسة الإسكندرية لأطاخي الآن إحنا طبعا مش هنسبق الأحداث أنا يمكن في المحاضرة اللي فيها مقدمة عامة عن تاريخ الفكر الكريستولوجي ذكرت كده، لكن طبعا المحاضرة دي كان يبدو للبعض إنها محاضرة يعني كبيرة وتفصيلية وساعتها أنا كنت بقول دي ملخص افتكروني بقول دعابة يعني، لكن إحنا ماشيين خطوة بخطوة لما هتيجوا هنعرف التفاصيل والملابسات لكل قرار غير لما بيتقال كده لوحده، فهنأجل الإجابة على السؤال دوت لوقته لما نوصله، لكن إحنا يهمنا في كل الأحوال القضية مش قضية شخص بعينه هو في حكم الله الآن، لكن إحنا نريد أن نعلن لا نقبل كل ما ينسب إلى أوطاغي كل ما ينسب لأوطاخي اللي قالوا قال كده سواء قالوا ولا ما قالوش احنا ايه لا نقبله هو قالوا ما قالوش هو في حكم الله دلوقتي حتى البابا تيموساوس لما حرموا على شهادتهم التي يعطون عنها حساب, حساب امام الله لكن احنا طبعا لما بنيجي ندرس دلوقتي لازم نبين الحقائق لان في ناس ليه البابا ديسكورس حل اوطاخي وهو لا الاحداث زي ما انتم شايفين بنسردها بالتفصيل فالقضيه قضيه الايمان اكتر من الاشخاص حاليا وهو في حكم الله لكن هو رسميا أدين بما نسب اليه قالوا ما قالوش البابا تيموساوس قال على شهادته ما نتكلم بالتفصيل في وقته عن هذا الامر لكن حتى هذه اللحظة اللي فيها اتكلمنا النهاردة عن تفاصيل مجمع أفس الثاني ثبت تماما براءة أطاخي مما قد نسب إليه حتى خصومه اللي كانوا اضطروا لما الحقائق وضحت زي سألنا بناء على الرسالة اللي جاتني لكن دلوقتي تكشف لي إيمانه فهو يعني إيه بريء فنرجو ان نركز على الفكر نفسه احنا الكورسات بتاعتنا كورس اول وتاني وممكن يبقى تالت وهكذا كلها في موضوع واحد تاريخ الفكر الكريستولوجي في كل كورس بندرس مرحلة من هذا التاريخ لكن يهمنا الفكرة اكتر مما يهمنا الاشخاص لكن لما نيجي نتكلم بالتسلسل التاريخي الفكر تاريخ الفكر نفسه بنحكي بصوره مجرده اللي حصل بالفعل ده ممكن البعض اللي هو يعني بيكون يعني ما سمعش المحاضره الاولى وعرف ان احنا قلنا ايه بالنسبة انك نسيتنا ادان الاطاخي الله سيدنا بيحل الاطاخي بيدفع عنه لا يعني لازم نكون عشان كده بنقول الدراسة دهيت ما ينفعش واحد يدخل من نص كده وياخد لقطة ويفهمها لازم دراسة منهجية يكون درس احنا قلنا ايه وبنقول يعني كل مرحلة بمرحلتها على حدة لكن هنا بنذكر الاحداث والفكر ماشي ازاي بصورة يعني تفصيلية دقيقة بتظهر عظمة أبائنا وتظهر الحقائق الجلية وبتعمد أعتمد على مراجع كتيرة يمكن الفكرة بتأكد أنها وصلت أو الحقيقة التاريخية وصلت لكن بتعمد أجيب شواهد متعددة من مراجع متعددة اقرارا للحقيقة التاريخية اللي ما يختلفش عليها حد اثباتها واثبات الاحداث هتلاقوا الشواهد اللي بجيبها اكتر من الكلام اللي انا بقوله يمكن المحاضرة الاولى اللي اجملت فيها الموضوع ما كانش قدامي ورقة ببص فيها محاضرة بالكامل لكن أنا هنا حريص إن حتى لما برجع لمرجع ويكون الشاهد بتاعه أو, أو الاقتباس مكتوب بطريقة إملائية مش مظبوطة بجيبه زي ما هو لئلا يؤول كلامنا إن احنا يعني غيرنا أو فهمنا أو استخلصنا أشياء غير المراد يضحى يعني حد بيقول من اين جاء نص بدعة أطاخي ذوبان الناسوت في اللاهوت هذا من ضمن ما نسب اليه والبعض بيرددوا لكن في كل الاحوال احنا بنقول ما نسب اليه مدان من كنيستنا حتى الشخص نفسه ادين على شهادة الايه الشهود لاننا لا نجامل اشخاص في الايمان لكن دي كانت من الحاجات اللي نسبت الى أوطاخي انه قالها وهو ما قال البابا ديسكورس هنا او مجمع افسس اثبت ان اطاخي ما قالش كده وطاخي أودين لأنه رفض الاعتراف بالطبعتين وكان دايما اتهام أصحاب الطبعتين لمن يؤمن بالطبيعة الواحدة إذا ما كنتش تقول بطبعتين يبقى أنت بتنكر الناسوت مش يقولوا عشان هو رافض يقول طبعتين لا يقولوا يبقى بينكر الناسوت زي اللي نفس الاتهام قررته كتير نصب للبابا كيرلس بس البابا كيرلس المعلم العظيم له كتابات كثيرة وله من العلم والفصاحة وقوة الحجة والبرهان ما يمكنه أو طرق ايضاحات تضحد أي اتهام له بهذا فما حدش يقدر يقول ازاي بتقولوا كده هو بيقول كذا 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 اوتاخي ما كانش معلم ولا وقف على منبر ولا له كتابات زي ما قال مخيل الكبير اوتاخي ده يعني أه هجوم في فيليبيانوس ومن معه على اوتاخ ما كانش الخطاخ المقصود في شخصه كان بيستخدم وسيله يدينوا بها الايمان بالطبيعه الواحده ويقروا بها الطبيعتين ولا سيما يقروا الادعاء الخاص بمصالحه 433 عشان يبقى لهم سند ان القديس كورولوس هو اللي قال كده عايزين يثبتوا ان القديس كورولوس فجالهم خليفة القديس كورولوس البابا ديس بما له من حجة ووثائق ويعني وقوة وأثبتوا إن لا وأدين في وأسابيوس وأوسابيوس اللي أدانوا أطهب كده لأنهم أضافوا تعاليم مخالفة لما تقرر في مجمع نقيا وأفسوس. فما تشغلوش نفسكم قوي بشخص طاخي في السماء هو دلوقتي لكن أهم حاجة احنا بندرس تاريخ فكر لا نقبل ولا نقر ما نسب إليه وعلى رأي البابا تيموساوس يدان بناء على شهاداتكم نفترض شهادة زور تفتكره هيبقى مدان في السماء لا فمن همه عند ربنا لو كان قال خلاص ما قالش فهو بريء ولكن احنا بن يعني بنحاول نشرح تاريخ الفكر وموقف الآباء لأن كتير 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 يدينوا ويتحملوا على البابا ديسكورس ازاي ادى الحل لقطاخي لا احنا بنقول اداله الحل بناء على ايه وكل المجمع اداله الحل مش البابا ديسكورس بس نعم طبعا يعني كان له تاريخ الراجل يعني كان محب لل... للكنيسه ومخلص لل... للايمان وان كان لا يملك آه يعني ال... اه امكانيه التعليم لكن كان مخلص للتعليم زي الاباء اللي كلهم اللي كانوا في ذلك الوقت مش كل واحد كان بيبقى له المقدره وهو ملوش كتابات ولا تعليم واحد متمسك زي عامة الشعب اللي بيتمسك اللي هم اشتكوا هيبة واشتكوا ده ابن سوق ناس ممكن من الشعب عاديين لكن عارفين ان صحيح مش يقدروا يشرحوا لكن مش هو ده ايماننا طيب نكتفي بهذا القدر وان احيانا الرب وعشنا يكون اللقاء المرة الجاية ان شاء الله بقى تفضل